السلام عليكم وإشراقة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لأبنائي وبناتي طلبة الصف الأول تخصص ميكانيكا. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة. موضوع حلقتنا اليوم عن مادة أجهزة القياس. احنا متفقين يا سنة أولى ان احنا ان شاء الله هناخد اختبار في نهاية شهر مارس واختبار في نهاية شهر إبريل وفي نهاية شهر مايو ان شاء الله. المادة او المنهج اللي احنا هندرسه النهاردة ان شاء الله هو يخص منهج شهر مارس، يعني لما نذاكر الحلقة كده كويس ان شاء الله هندخل امتحان شهر مارس واحنا كده مرتاحين. درسنا النهاردة في مادة اجهزة القياس هو الباب الثاني بعنوان قياس درجات الحرارة. يعني ايه قياس درجات الحرارة؟ يعني ايه اصلا حرارة الاول يا ولاد؟ زمان من ايام القدماء المصريين كانوا بيعتمدوا او بيعرفوا الحرارة بالنسبة لهم اللي هي النار، وكانوا بيعتمدوا عليها في التدفئة، كانوا بيتدفيهم. بعد كده بدأوا يطوروا من نفسهم وعملوا ايه، لان طبعا في بلاد بيبقى فيها الجو برد جدا، فعملوا ايه التطور بقى اللي بعد كده، ان هم عملوا في مواسير بتبدأ تمشي تحت البيوت. المواسير دي بيوصل ليها درجة الحرارة عن طريق حاجة اسمها المبدلات الحرارية. المبدلات الحرارية دي بتعمل ايه؟ بتاخد الهواء من الجو، الهواء البارد العادي، وبعد كده بتحوله لدرجة حرارة، علشان كده بقول اسمها مبدلات حرارية. بعد كده حصل تطور اخر في الحرارة وعملوا ايه؟ عملوا اجهزة قياس تقيس لي درجات الحرارة. مش احنا عارفين يا سنة اولى ان كل معدن ليه قياس درجة حرارة مختلف؟ درجة حرارة او قياس درجة حرارة الانسان غير درجة حرارة المعادن، فعملوا اجهزة وحددوها للمعادن او جهاز يقيس درجة حرارة الانسان. قبل ما ندخل ونتعمق ونقول ايه هي الاجهزة اللي بتقيس درجة الحرارة، لازم نعرف الاول يعني ايه حرارة يا ولاد. الحرارة دي عبارة عن ايه؟ الحرارة دي مش حاجة ملموسة، انا حاجة ما بقدرش ان انا اشوفها بعيني، ولا اقدر حتى لو انا حسيتها، يعني لو حد عنده ارتفاع في درجة الحرارة وبدأت ان انا اعمل له عملية تلامس مش هقدر اجيب درجة الحرارة المظبوطة، مش زي الاوزان او زي ان انا بقيس مسافة بيبقى الموضوع سهل. لا، هي عبارة عن نوع من انواع الطاقة. يعني ايه نوع من انواع الطاقة؟ يعني دلوقتي لو انا حبيت اشغل موتور بعمل ايه؟ او اشغل آلة، بجيب الفيشة وببدأ احطها في الحائط او في الكهرباء، كده بيوصل لي ايه؟ بيوصل لي طاقة كهربية. طب لو الموتور اشتغل ايه اللي بيحصل؟ بتتحول الطاقة الكهربية اللي داخلة دي الى طاقة ميكانيكية او طاقة حركية، بدأ يحرك لي الاجزاء بتاعة الموتور. لما الموتور يشتغل قوي يا ولاد، حتى عندنا في البيت يقول لك ايه، ما تسيبش الجهاز شغال فترة طويلة لانه بيسخن. فلما الموتور ده يبدأ يسخن هتتحول الطاقة الميكانيكية دي الى طاقة حرارية. علشان كده بقول ان مفهوم الحرارة هي عبارة عن نوع من انواع الطاقة. طب نشوف بقى الكلام اللي احنا قلناه مع بعض ده على الداتا. مفهوم الحرارة هي شكل من اشكال الطاقة الذي يمكن ان ينتقل من جسم الى اخر. هو انتقل فعلا من جسم الى اخر لما جيت اشغل الموتور، ويمكن تحويلها الى شغل ميكانيكي. ممكن احول الحرارة دي الى شغل ميكانيكي اقدر استفيد بيه. طيب دلوقتي انا قلت مفهوم الحرارة، طب مفهوم بقى درجة الحرارة هي ايه؟ هي مؤشر على كمية الطاقة الحرارية. الطاقة الحرارية اللي موجودة، مفهوم درجة الحرارة هي مؤشر عليها اللي بيخزنها اي جسم. اي جسم بيبقى فيه درجة حرارة بقول ان ده درجة الحرارة بتاعته، ممكن اقيسها، وهي مقياس لمدى برودة او سخونة اي جسم. يعني ايه؟ يعني هل درجة الحرارة بتقيس لي الاجسام او بتقيس لي الحرارة المرتفعة اللي هي الحرارة بس السخنة؟ لا طبعا، كمان درجة الحرارة الباردة ممكن انا اقوم بقياسها. طيب عشان اقيس الحرارة او اقدر اعرف درجة الحرارة لازم يكون عندي وحدات لقياس درجات الحرارة. ايه هي وحدات قياس درجات الحرارة؟ في اربع وحدات لقياس درجات الحرارة. الاربع وحدات دول لازم نذاكرهم كويس علشان نقدر، لان عليهم قوانين كمان هنطبقها ان شاء الله مع بعض في الحلقة. اول حاجة من وحدات قياس درجات الحرارة في مقياس اسمه الكلفن.
المقياس الثاني اسمه رانكن، المقياس الثالث اسمه المقياس المئوي أو السيليزي. المقياس المئوي أو السيليزي هو مقياس واحد، دي عبارة عن قياسات لدرجات الحرارة، أجهزة بقدر عن طريقها أقيس درجات الحرارة. الأجهزة دي بتكون إيه؟ بتكون القياسات بتاعتها هي دي، سواء ترمومتر، سواء ترمومتر مئوي أو ترمومتر فهرنهايتي على حسب الترمومتر اللي بقيس بيه. يبقى اللي يهمني ان انا اقول ان انا عندي اربع قياسات مهمين، اول حاجه مقياس كلفن، مقياس رانكن، مقياس مئوي او سيليزي. المئوي والسيليزي يا اولاد هو مقياس واحد، خلاص. يبقى انا كده عندي ثلاثه، كلفن والمئوي والرانكن والفهرنهايتي، دول اربع قياسات لدرجات الحراره. طب ايه يا مس كلمه فهرنهايت وكلفن ورانكن وسيليزي؟ دول يا ولاد الأسماء دي كلها كده نسبة إلى العلماء اللي هم ابتكروا قياس درجات الحرارة. العالم اسمه فهرنهايت فنسب إليه الجهاز ده، فقال لك يبقى إيه المقياس ده يقاس بالفهرنهايت، نسبة إلى العلماء اللي هم اخترعوا أو اللي ابتكروا قياسات درجات الحرارة. نشوف بقى كده مع بعض مقياس وهو عبارة عن إيه وبستخدمه في إيه. نبدأ مع بعض كده. وحدات قياس درجات الحرارة، المقياس المطلق اللي هو ايه؟ كلفن. ده بيرمز له بالرمز ايه؟ كي. يعني لما اشوف الرمز كي اعرف ان المقياس ده هو كلفن. شوف مع بعض كده. وبيستخدم في الميادين العلمية، والنقطة الثابتة السفلى 273، يعني بيقيس لي من 273 والنقطة الثابتة العليا 373، الفرق بينهم يا ولاد 100 درجة. ال 273 دي اللي هي نقطة انصهار الجليد، ودي نقطة الغليان اللي هي 373، وبينهم 100 قسم بالتساوي. ده أول قياس أو أول وحدة في قياس درجات الحرارة. الوحدة الثانية المقياس المئوي أو السيليزي، ودول بعنوان واحد، سين أو سي أو ميم، دول واحد ويرمز لها بالرمز سي، وبستخدمهم في التنبؤات الجوية، وهو مقسم من 0 ل 100 قسم. المقياس الثالث الرانكن، وهو مقياس للحرارة المطلقة، وده مقسم من 492 إلى 672 درجة مئوية، وده الصفر المطلق بتاعه بيساوي 460 درجة، علشان ده هنستخدمه في قانون مع بعض دلوقتي. المقياس الفهرنهايتي اللي هو الرابع والأخير، ده برمز له بالرمز F، وده وحدة أو نقطة، النقطة الثابتة السفلية هي نقطة تجمد الكحول، وبتكون 32 درجة، والنقطة الثابتة العليا هي 212 درجة. وكده يا أولاد لو احنا طرحنا ال 212 من ال 32 هنلاقيهم 180 قسم بالتساوي. طيب في علاقة بين التدريجات؟ اه طبعا، علشان أقدر أقيس درجة الحرارة لازم يبقى في اندماج بين أو علاقة بين التدريجات، فعمل مجموعة علاقات كده بين التدريجات نشوفها مع بعض. العلاقة بين التدريج المئوي والسيليزي، مش احنا اتفقنا ان اصلا التدريج المئوي هو ايه؟ هو التدريج السيليزي. طيب كل 100 قسم من الدرجات السيليزية بتساوي 180 قسم من الدرجات الفهرنهايتية، يعني كده العلاقة دي يا اولاد هي العلاقة بين التدريج المئوي اللي هو السيليزي والفهرنهايت. دي كده العلاقة، اول علاقة بين التدريج المئوي والفهرنهايت. بيقول لي بمعنى ان الغليان للماء في الدرجه السيليزيه بتساوي 100 درجه ناقص صفر، يبقى هيساوي 100 درجه سيليزيه. ونقطه غليان الماء بقى في التدريج او في الدرجه الفهرنهايت بتساوي 212 ناقص ال 32، هيساوي عندي 180 درجه فهرنهايت. يعني معنى كده يا اولاد ان العلاقه بين التدريج المئوي وبين التدريج الفهرنهايت ايه هي؟ المئوي بيبدأ زي ما احنا شايفين كده مع بعض، الصفر لكام؟ لمئة درجة مئوية، ده التدريج المئوي مقسم إلى إيه؟ إلى مئة قسم زي ما احنا شايفين. دي الصفر ده نقطة تجمد الماء، وهنا نقطة غليان الماء، يعني معنى كده إن الترمومتر ده بيبدأ يقيس لي من أول الصفر لحد آخر حاجة 100 درجة مش هقدر أقيس بعدها. المقياس الفهرنهايت بيبدأ من 230 درجة زي ما احنا شايفين اهو الى 212 درجة فهرنهايت، والمسافة بينهم بتساوي 180 قسم بالتساوي. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا بعض
التحويلات او بعض القياسات اللي هي بقدر استخدمها في قياس درجات الحرارة. وقلنا عندنا اربع تحويلات او اربع قياسات بقدر اقيس بيهم. بيختصروا في ايه يا اولاد؟ ان درجة الحرارة المئوية هي ميم او سي. لما الاقي ميم او سي اعرف ان دي درجة حرارة المئوية. درجة الحرارة الفهرنهايتية هو فه، وبيرمز لها بالرمز ايه؟ اف. درجة الحرارة المطلقة هي الكلفن، وهي ممكن الاقيها كاف او كي بالعربي او بالانجليزي. ودرجة الحرارة المطلقة الرانكن، وهي بيرمز لها بالرمز ره او الرمز ار. دول كده يا ولاد الاربع تحويلات او الاربع قياسات المهمين في درجات الحرارة: مئوي، فهرنهايت، رانكن، كلفن. ودول مهمين جدا. طيب نشوف بقى مع بعض كده الكلام اللي احنا قلناه ده. اول مقياس اللي موجود هنا اسمه المقياس المئوي، بيقول لي ان الصفر المطلق بتاعه. معنى ايه يا ولاد كلمة صفر مطلق؟ الصفر المطلق ده معناه ان هو ايه؟ ان عند النقطة دي بينعدم اي قياس لدرجات الحرارة، ما بيبقاش فيه ضغط او فيه درجة حرارة، فبينعدم قياس درجات الحرارة عند نقطة الصفر المطلق. علش اطلاقا، كلمة مطلق جاية من اطلاقا، مفيش درجة حرارة بتقاس اطلاقا. فعلشان كده بقول ان الصفر المطلق في الترمومترات معناها ان مفيش قياس لدرجة الحرارة او مفيش ضغط. طيب هنشوف بقى دلوقتي التقسيمات بتاعة المقياس المئوي والمقياس الفهرنهايت ومقياس كلفن ومقياس رانكن. نشوف كل ترمومتر، دي عبارة عن ترمومترات يا سنة أولى. هنشوف كل ترمومتر بيقيس من درجة حرارة كام ويوصل لدرجة حرارة كام، أو أعلى درجة حرارة ممكن يقيسها كام. نشوف كده مع بعض. المقياس المئوي الصفر المطلق 273، وهنا بيبدأ يقيس لي درجة انصهار الجليد صفر، وآخر درجة ممكن يقيسها لي هي 100 درجة مئوية. طيب المقياس المطلق كلفن بيقيس لي من كام؟ بيقيس لي من 272 ل 273، وكده يبقى فيه فرق هنا 100 وهنا فرق 100. المقياس الفهرنهايت ده درجة انصهار الجليد في 32 درجة فهرنهايت، وأعلى درجة ممكن يقيسها لي هي 212 درجة فهرنهايت، ودي درجة غليان الماء. الماء خلاص وصل لدرجة غليان، فكده خلاص عندي دي أعلى درجة. المقياس المطلق رانكن، وده زي ما أنا قلت إن الصفر المطلق بتاعه 460، وبيبدأ درجة انصهار الجليد عند 492 درجة مئوية رانكن و 672 درجة رانكن. دول كده العلاقة اللي بتربط أو الترمومترات القياسات بتاعتها بتبدأ من كام وتوصل لحد كام، أو أقصى درجة قياس حرارة ممكن تقيسها لي هي كام. طيب في بقى شوية قوانين كده، ثلاث قوانين مهمين جدا يا سنة أولى، إحنا لازم نركز فيهم. الثلاث قوانين دول عن طريقهم بقدر أعرف درجات الحرارة في الترمومترات. أول علاقة أو أول قانون بيقول لي العلاقة بين درجة الحرارة المئوية والفهرنهايت. القانون بيقول إيه؟ أو القانون عندي السين درجة اللي هي درجة الحرارة اللي هي إيه؟ اللي هي المئوية. إحنا اتفقنا إن المئوي والفهرنهايت هي درجة واحدة. نشوف كده مع بعض يا أولاد كده على الورقة. السين بتساوي 5/9 في ف ناقص 32. طيب احنا عايزين نعرف مع بعض الخمسة على تسعة والف ناقص 32 دي يا ولاد العلاقة دي جات منين؟ بصوا معايا هنا كده، هنا عندنا العلاقة بين درجة الحرارة المئوية ودرجة الحرارة الفهرنهايت في قانون هنبدأ نطبقه مع بعض يا ولاد، علشان هيجي لي مسائل عنه في الامتحان. العلاقة بين درجة الحرارة المئوي ودرجة الحرارة الفهرنهايت، القانون بيقول لي ايه؟ سين بتساوي 5/9. السين دي هي رمز الايه سنة أولى؟ هي رمز للتدريج المئوي أو السيليزي. احنا اتفقنا ان المئوي يعني ميم أو سين واحد. سين بتساوي 5/9 وبفتح قوس ف ناقص 32. طب تعالوا نشوف مع بعض كده القانون ده، الخمسة على تسعة دي جت منين، أو القانون ده جه ازاي. سين درجة بتساوي 5/9 وبعد كده بفتح القوس بتاعي في القانون ف ناقص 32.
طب جت منين يا مس الخمسة على تسعة، وجت منين الاتنين وتلاتين دي؟ مش احنا يا ولاد عندنا قلنا في التدريج المئوي مقسم لإيه؟ مقسم من صفر إلى مئة درجة مئوية، ده في التدريج المئوي صح؟ طيب قلنا كمان في التدريج الفهرنهايت مقسم إلى 32، التدريج بيبدأ من 32 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة. احنا قلنا ان العلاقة دي بين المئوي وبين الفهرنهايت. طب هنا عندي يا ولاد من 0 ل 100 وهنا 32 ل 12. لو احنا جينا كده قلنا القانون، هنطبق القانون س درجة بتساوي هنا فرق كام؟ فرق 100 اهو، 100 قسم. الفرق بين الصفر وال 100 100 قسم. طب الفرق بين ال 32 وال 212 180 قسم. يبقى هقول س درجة بتساوي 100 على ال 180. هنبسطها علشان نوصل لعدد صغير اقدر اعمل بيه او احل بيه قياس درجات الحرارة. الصفر مع الصفر وهشوف عدد يقبل القسم على الرقمين، هقول على كام؟ على الاتنين فيها الخمسة، على الاتنين فيها التسعة. عرفنا كده يا ولاد الخمسة على تسعة جت منين؟ جت من فرق تدريج المقياس المئوي وفرق تدريج المقياس الفهرنهايت بتساوي 5 على 9 اللي هي كانت في اصلها 100 على 180. طب ال 32 دي اهي، ال 32 اللي هي بدايه المقياس الفهرنهايت. طيب نشوف مساله كده مع بعض، نشوف مساله على الداتا مع بعض. العلاقه بين درجه الحراره المئويه والفهرنهايت س درجه بتساوي 5 على 9، وخلاص احنا دلوقتي بقينا شطار وعرفنا هي جايه منين. في ف ناقص 32. السؤال بيقول ايه؟ حول ال 86 درجة فهرنهايت إلى درجة مئوية، يعني هو جاب لي كده ايه يا ولاد؟ جاب لي الدرجة الفهرنهايت وعايز مني الدرجة المئوية، هطبق على القانون بكل بساطة وقانون سهل جدا. س درجة بتساوي 5 على 9 في 86 اللي هو الدهالي هنا اللي هو التدريج الفهرنهايت ناقص ال 32 اللي هي موجودة ثابتة عندي في القانون. يبقى س درجة هتساوي 5 على 9 في 54. 54 جت منين يا مس؟ 54 جت ناتج طرح 86 ناقص 32 هيساوي 54. طب هيبقى عندي ايه يا ولاد؟ هيبقى عندي شرطة كسر كده في مكتوب فيها 5 على 9 في 54 صح؟ مش احنا موجود كده قدامنا الخمسة على تسعة في الاربعة وخمسين. انا هحاول ان انا اعمل لها اختصار، هشوف العدد هقول على التسعة فيها الواحد 54، على التسعة فيها الستة، يبقى هيبقى عندي خمسة في ستة هتساوي 30 درجة مئوية. خلاص يا سنة اولى، يبقى احنا نشوف كده العدد مع بعض. عرفنا ازاي الخمسة بتسعة بتيجي منين، الخمسة على تسعة، وعرفنا كمان لما احنا قسمنا الخمسة على تسعة وضربناها في الاربعة وخمسين اللي هي ناتج الطرح بين الستة وتمانين والاتنين وتلاتين، قلنا على التسعة فيها الواحد، وبعد كده ضربنا خمسة وهنا على الستة على التسعة فيها الستة، وقلنا خمسة في ستة بتساوي 30 درجة مئوية. طيب في قانون تاني، احنا كده عندنا ايه؟ عندنا القانون الاول اللي هو س بتساوي أول قانون من القانون المئوي، س بتساوي 5 على 9 في ف ناقص 32، ده أول قانون، ده العلاقة بين المقياس المئوي وبين المقياس الفهرنهايت. طب العلاقة التانية بين إيه وإيه يا ولاد؟ بين المقياس أو بين درجة الحرارة المئوية ودرجة الحرارة الكلفن. هقول كاف بتساوي، وكاف دي اختصار زي ما إحنا قلنا للمقياس الكلفن أو التدريج الكلفن، هتساوي س اللي هو اختصار للسيليزي او المئوي زائد 273، ده زي ما احنا عملنا كده في المثال الاول العلاقات مع بعض برضو بنفس الطريقة، هنجيب الصفر بتاع ال 273 واقول هو ده بيبدأ عنده القياس. حول 30 درجة مئوية الى درجة كلفن، بكل بساطة الموضوع سهل جدا يا سنة اولى، كاف بتساوي ال 30 لان هو الدالي المئوي زائد 273، وعملية جمع عادية جدا هتساوي 303 كلفن. طب لو قال لي يا ولاد حول 30 درجة كلفن إلى درجة مئوية، هو اداني كام؟ اداني كاف. هعمل بس كل اللي هعمله إن أنا هغير الإشارة من موجب لسالب وأكتب السين بتساوي كاف ناقص 273. كده الأمثلة سهلة وبسيطة. نشوف كمان آخر علاقة بين درجة الحرارة الرانكن والفهرنهايت.
ره بتساوي اللي هو اختصار لدرجة الحرارة الرانكن فيه زائد 460، والربعمية وستين ده أول قياس أو الصفر المطلق بتاع مقياس الرانكن. حول 90 درجة فهرنهايت إلى رانكن. طيب عملت إيه هنا؟ القانون هو بطبق فيه بكل بساطة. الره بتساوي هو اداني إيه يا أولاد؟ اداني الفه الفهرنهايت، يبقى هتساوي 90 زائد 460 اللي هو عدد ثابت في القانون، هجمعه برضو جمع عادي جدا هيساوي 550 درجة رانكن. يبقى كده احنا عرفنا ان احنا عندنا 3 قوانين مهمة في قياس درجات الحرارة. اول قانون اللي هو قانون بيجيب لي درجات الحرارة اللي هو س بتساوي 5/9 وافتح القوس ف ناقص 32، عايز العكس بغير الاشارة. طيب القانون التاني اللي هو ايه؟ اللي هو ر بتساوي ف زائد 460. طب القانون الثالث اللي هي الايه؟ اللي هو كاف بتساوي، الكاف بتساوي كام يا اولاد؟ الكاف بتساوي س زائد 273. دول كده ال3 علاقات او ال3 قوانين المهمين عندي جدا اللي انا لازم اذاكرهم كويس، واحنا عرفنا بيجوا ازاي وعرفنا طريقه شرحهم ازاي. نبدا بقى نقول ايه؟ أسس قياس درجات الحرارة. علشان أقيس درجة الحرارة لازم في أسس هقيس عليها. إيه هي الأسس دي؟ أول حاجة تغير التمدد أو الانكماش للمادة. يعني إيه؟ يعني يا أولاد المادة التمدد بتاعها بيوصل لحد قد إيه، واستخدم لها مقياس حرارة قد إيه علشان أو أختار القيمة تناسب الترمومتر أو القياس اللي أنا هقيس بيه. يبقى أول نوع من أسس قياس درجات الحرارة تغير المادة التمدد أو الانكماش. النوع الثاني تغير المادة الفيزيائية. يعني إيه تغير المادة الفيزيائية؟ سواء انصهار المعدن أو تجمده. هو إحنا يا أولاد دلوقتي لو عندنا معدن حديد وعندنا ألمونيوم، هل الانصهار بتاعهم هينصهروا في نفس التوقيت وينصهروا بنفس درجة الحرارة؟ طبعا لا، طبعا لا. ده ليه درجة حرارة معينة في الانصهار وده ليه درجة حرارة معينة. سواء بقيس المعدن عندي وهو في حالة صلبة لو بارد أو ساخن بدرجة معينة، أو هو سائل واصل لدرجة الغليان. علشان كده بقول الحالة الفيزيائية، لأن جزيئات المادة بتتغير لما بيوصل المعدن أو بتوصل المادة أو السائل لدرجة غليان. معنى كده يا ولاد إن الجزيئات بتتفكك. عندي قطعة حديد، إيه اللي بيحصل لها؟ قطعة بدأت تنصهر. إيه اللي حصل لها بقى يا ولاد؟ بدأت الجزيئات تتفكك، فبيحصل حالة فيزيائية. آخر حاجة تغير الجهد والمقاومة في الدوائر الكهربية، ودي لما بيجي عندي المقاومة وأنا بشغلها اللي بيحصل بتسخن، فبيحصل تغير في فرق الجهد لأنها بتكون في بداية تشغيلها بدرجة حرارة عادية، ودي الأسس لقياس درجات الحرارة. نشوف بقى أجهزة قياس درجات الحرارة، ودول للتعريفات بس، وهبدأ أقول لكم لما يجي الأجهزة المهمة اللي احنا هنبدأ نذاكرها. ترمومترات ثنائية المعدن، وده عبارة عن جهاز بيقوم بالقياس الفوري، بيقيس لي على طول لدرجة الحرارة، ويمكن من خلاله ان انا اعمل علاج فوري، لان بعرف لو درجة حرارة عالية جدا يبقى عارفة ان فيها يحصل عطل، فبيبقى بيعالج لي علاج فوري للجهاز، وبيقيس درجتين حرارة في نفس الوقت. وده شكل ليه. اجهزة قياس برضو درجات الحرارة، ترمومترات الضغط، ودي بتعتمد في القياس على العلاقة بين ضغط المادة ودرجة الحرارة عند ثبات الحجم. وفي النوع ده بيتغير الضغط يا سنة أولى أو سائل الترمومتر نتيجة لتغير درجة الحرارة، وبيقيس الضغط، وبتتميز إن هي القراءة بتاعته مباشرة. والأجهزة دي انتوا هتاخدوها في سنة ثالثة إن شاء الله بالتفصيل، بس إيه إحنا بس مجرد تعريفات ليها في سنة أولى. وده شكل الجهاز. أجهزة قياس درجة الحرارة اللي هي الثرموستات، وده عبارة عن منظم للحرارة، وهو وسيلة أو جهاز بستخدمه علشان أبدأ أحافظ على درجة حرارة الأجسام والسوائل أو الحيز اللي أنا عايز أتحكم فيه. زي إيه يا ولاد الثرموستات؟ المكوة اللي موجودة في البيت فيها ثرموستات، التلاجة فيها ثرموستات، السخان الكهربي اللي بشغله فيه ثرموستات. بيعمل لي إيه الثرموستات ده؟ بيتحكمني أو بينظم لي درجة الحرارة. يعني التلاجة بتبدأ توصل لدرجة حرارة معينة بيبدأ عندها يحصل فصل
لحد ما تعيد درجة حرارتها تاني او درجة حرارتها تقل، وارجع اشغل الاجزاء. علشان ايه؟ الثرموستات ده بيحافظ لي على ايه؟ بيحافظ لي ان الاجزاء ما يحصلش فيها انها اعطال، او ان الجهاز ممكن لا قدر الله مثلا يتحرق، او الموتور يتحرق في المكوى، بقدر اظبط بيه او انظم بيه درجه الحراره. انا هكوي مثلا حاجه حرير غير المكوي حاجه مثلا اقطان، الحاجات دي كلها بيتنظم لي درجه الحراره. السخان برضو نفس الموضوع، انا عايز عند درجه حراره معينه الميه تسخن بستخدمها بسرعه. فعباره الثرموستات عن منظم لقياس درجات الحراره. نشوف كده مع بعض، ده شكل للثرموستات. هنا الثرموستات بيبدأ من 0 ل 40 درجة. الثرموستات قدامنا بيقول لي ان القياس بتاعه بيبدأ من 0 ل 40 درجة مئوية. هنشوف كده مع بعض دلوقتي حاجة اسمها الترمومترات. الترمومترات عبارة عن ايه؟ ليها انواع. هناخد النوع الاساسي اللي احنا هندرسه النهاردة، ده اسمه الترمومتر الزئبقي. طب ليه ترمومتر زئبقي؟ ليه كلمة زئبقي؟ لان يا سنه اولى الترمومتر ده البصيله اللي موجوده او الانبوبه الشعريه اللي موجوده فيه مملوءه بالزئبق. طب ليه معدن الزئبق؟ او ليه السائل الزئبق اللي اتحط ده؟ مش ممكن احط اي سائل تاني؟ اه ممكن احط اي سائل تاني، بس ايه اللي بيفرق اللي بيخلي الزئبق يختلف عن بقيه المعادن؟ اول ميزه للزئبق ان هو اللون بتاعه فضي. الزئبق بيمتاز بلون فضي، فاللون الفضي ده يا سنة أولى بيخليني أقدر أشوف درجات الحرارة وتبقى واضحة عندي. إيه كمان من مميزاته؟ إن هو ما بيلتصقش بالجدار بتاع الأنبوبة الشعرية، المعدن سهل. طيب إيه كمان؟ إن هو قابل للتمدد والانكماش بسهولة، معدن سلس يقدر يتمدد بسهولة ويقدر ينكمش مرة تانية. علشان كده بستخدم الزئبق في الترمومتر الزئبقي، وسميه بالترمومتر الزئبقي لانه مملوء بماده الزئبق. نشوف كده اجزائه مع بعض. عباره عن ساق من الزجاج على هيئه انبوبه شعريه، مغلقه من طرف ومفتوحه من الطرف. بصوا كده زي ما احنا شايفين اهو، هنا كده مقفوله من الطرف ده ودي مفتوحه. دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها اللي هي الساق من الزجاج. في هنا بصيلة زجاجية، البصيلة دي بتكون عبارة عن جزء صغير كده تحت مملوء بالزئبق، وبيبقى بعد كده في اختناق هنا في الجزء ده، وبعد كده بنطلع فوق بلاقي خزان الزئبق اللي بيكون مملوء بمادة الزئبق. التدريج اللي أنا بقدر عن طريقه أعرف قياس درجات الحرارة. والأنبوبة الشعرية دي هي عبارة عن أنبوبة بحتفظ بيها بمادة الزئبق، أو بتكون حامل لمادة الزئبق. غلاف زجاجي، وده بيحافظ لي على الأنبوبة الشعرية والأجزاء الداخلية للترمومتر الزئبقي. نظرية تشغيله بتعتمد على إيه يا أولاد؟ لما باجي أقيس درجة حرارة إيه اللي بيحصل؟ أولاً لازم الترمومتر يكون مش قريب من درجة حرارة ساخنة أو باردة قبل عملية القياس، ولا ينفع أحطه جنب حاجة سخنة أو حاجة باردة، يكون محطوط في درجة حرارة الغرفة العادية. طيب اول ما بمسك الترمومتر، واكيد كلنا شفنا الترمومتر، محدش فينا يعني ما شافوش عند دكتور في مستشفى في اي مكان الترمومتر الزئبقي ده، ايه اللي بيحصل؟ انا ببدا احطه تحت اللسان علشان اقيس بيه درجه الحراره. ايه بقى يا اولاد اللي بيحصل؟ اول ما الترمومتر بيلمس الجلد عشان يقيس لي درجه الحراره بيحصل ايه؟ معدن الزئبق بيكون نازل داخل الايه؟ الانبوبه الشعريه. أول ما بيحصل درجة حرارة ويبدأ يتلامس البصيلة دي بالزئبق، تبدأ تلمس الفم أو تبدأ تلمس الجلد عموما علشان أقيس درجة حرارة، بيحصل لها إيه؟ تمدد في معدن الزئبق. بيبدأ المعدن أو بيبدأ الزئبق ده يتمدد لحد إيه؟ لحد درجة الحرارة اللي أنا عايز، اللي هي درجة حرارة الجسم وبتقف عندها. وليكن حد درجة حرارته 32، قاس لحد 32 وخلاص الزئبق وقف، 37 36 على حسب درجة حرارة الجسم. يبقى بتعتمد أو بتتلخص نظرية عمله في أن المواد أو المادة دي بتتمدد بارتفاع درجة الحرارة وبتنكمش مرة أخرى ببرودة درجة الحرارة. نشوف كده الكلام اللي احنا قلناه مع بعض. نظرية التشغيل بتعتمد فكرة عملها على خاصية تمدد الأجسام بالحرارة وانكماشها بالبرودة، وبستخدمه في قياس درجة حرارة الجسم. ده الترمومتر الزئبقي. الثرمستور. الثرمستور ده عبارة عن ايه؟ لو كلنا يا ولاد عندنا الريموت بتاع التلفزيون اللي موجود عندنا في البيت ده، لو ريموت قديم بايظ كده ممكن نفتحه
هنلاقي فيه عبارة عن ايه؟ هنلاقي فيه كارتة كده صغيرة، الكارتة دي بيكون موجود فيها عناصر إلكترونية من ضمنها المقاومات والثرمستور والأجهزة الإلكترونية دي كلها. يبقى معنى كده ان الثرمستور ده هو عبارة عن عنصر إلكتروني، اول حاجة كده الثرمستور عبارة عن عنصر إلكتروني. طيب ايه اللي بيحصل او الثرمستور ده فايدته ايه؟ اول ما باجي اشغل الحراره لو انا عندي كارت او في التليفونات او في اي حاجه مثلا، ايه اللي بيحصل لو انا بوصل درجه حراره؟ بيدخل التيار باندفاع بسرعه. طيب انا عايز التيار ده احدد له قيمته، يبقى محدد الاندفاع بتاعه ده يبقى محدد علشان ما يحرقليش بقيه العناصر الالكترونيه اللي موجوده في الجهاز. فبعمل ايه؟ بركب حاجه اسمها الثرمستور، وهو نوع من انواع المقاومات زي المقاومة، وحتى كمان شبهه ليه طرفين. بيعمل لي ايه؟ بتلخيص كده بيحدد لي اندفاع التيار الداخل، لان هو اول ما بيدخل بيحصل ايه؟ ارتفاع في درجة الحرارة، فبيبدأ يحدد لي التيار لحد ما يدخله على العناصر الالكترونية، وابدأ اشوف الجهاز ده بيستقبل تيار ايه. علشان كده هو بيحافظ لي على الاجهزة ان هي ما تتحرقش او يحصل بيها اعطال للاجهزة اللي موجودة. شوف كده الكلام اللي قلناه ده، كلمة ثرمستور بتعني مقاومة حساسة حراريا، يعني بيتأثر بالحرارة، وهو نوع من أنواع المقاومات، وبيركب في الدائرة، بيبقى موجود في الدائرة الإلكترونية أو دوائر كهربية بنفس طريقة المقاومة، نفس الطريقة بالضبط اللي هو ليه يعني سلكين كده من الجنب، بيبدأ يتركب بنفس طريقة المقاومة، وهو عبارة عن مواد خزفية. يعني إيه أولاد مواد خزفية؟ الثرمستور ده حاجة صغيرة قد كده، صغنونة جدا. المواد الخزفية دي بتكون جواها أكاسيد، كوبالت على حديد على نحاس، مجموعة أكاسيد بتكون داخل القطعة الخزفية دي أو القطعة الزجاجية دي. طب هو ليه بيتعمل من الخزف أو الزجاج؟ علشان يكون محكم، وعلشان الزجاج أو الخزف بيتحمل درجات حرارة عالية، علشان كده بيصنع من الخزف، وعلشان كمان أنا لما يجي أوصله مع العناصر التانية بيتحمل لي درجات الحرارة. نكمل مع بعض. ويركب في الدائرة بنفس طريقة المقاومة، وهو عبارة عن مواد خزفية وأكسيد معدن نصف موصلة زي أكاسيد الكوبالت والنحاس والحديد، وهو بيكون ذات مقاومة حساسة لدرجة الحرارة، وهو عنصر زي ما احنا اتفقنا إلكتروني، بيحول لي الحرارة لمقاومة، وتنقص قيمة المقاومة بزيادة درجة الحرارة. لو المقاومة قلت قيمتها درجة الحرارة هتبدأ عندي تزيد. هنشوف كده رسمة للثرمستور مع بعض، هو عبارة عن ايه او شكله عبارة عن ايه. هو شبه المقاومة بالضبط زي ما احنا قلنا، بيكون ليه طرفين، الطرفين بيوصلوا على الدايرة. نشوف شكله مع بعض. سلك نحاس مجلفا ده، والطرف التاني اهو برضو من سلك نحاس مغطى بالقصدير، وده الشكل بتاعه. شايفين يا ولاد بيبقى صغير كده وليه طرفين من السلك خارجين منه، وهنا كده شارح لي يعني الشكل كده العام بتاعه، الطرف الاخر للثرمستور وده طرف تاني، وهنا كرسي دائري اللي هو بيبقى عبارة عن حتة مدورة اللي هي دي كده قطعة، واكاسيد معدنية اللي بتكون داخل الثرمستور، وده الجزء اللي موجود. استخدامات الثرمستور زي ما احنا قلنا هو بيحافظ لي على الأجهزة، فأنا بستخدمه في قياس درجات الحرارة المختلفة، وبستخدمه في الدوائر الكهربية لأجهزة التسخين والتبريد، وبستخدمه في قنطرة هويستون علشان يقيس لي درجة الحرارة، وبستخدمه كمان كترمومتر بيعمل بالمقاومة الكهربية، وبستخدمه كأداة للتحكم في عمليات التسخين الزيتي. طب الثرمستور ده منه كم نوع؟ منه نوعين. أول نوع في ثرمستور مقاوم حراري سالب، معامل حراري أو مقاوم ذات معامل حراري سالب. طيب بعرف إيه السالب والنوع التاني اللي هو مقاوم ذات معامل حراري موجب؟ بعرف إزاي ولاد السالب من الموجب؟ بكل بساطة كده، السالب بنلاقيه بين قوسين كاتب لي الرمز بتاعه NTC، أول ما الاقي كلمة N يعني اختصار لكلمة نيجاتيف يبقى سالب، يبقى على طول اعرف عشان لو جالي في الامتحان كتب لي الرمز NTC يرمز الى وعمل لي اختيارات مقاوم ذات معامل حراري سالب ولا موجب، على طول سالب، ما هو الN ده اختصار لكلمة نيجاتيف يعني سالب، والتي والسي دي اختصار لان هو بيتحكم في درجة الحرارة. يبقى اول نوع مقاوم ذات معامل حراري سالب
اللي هو اختصاره ايه؟ برافو عليكم يا سنه اولى مركزين معايا، ان تي سي. طب النوع الثاني مقاوم ذات معامل حراري موجب، الموجب اختصار لكلمه ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف يعني موجب، فعلشان كده بقول ان البي بي تي سي يعني معناها ان هو مقاوم ذات معامل حراري موجب. النوعين بتوع الثرمستور، رقم واحد السالب اللي هو ان تي سي، وده الموجب اللي هو ايه يا اولاد؟ اللي هو بي تي سي. طيب نشوف كده مع بعض شكل الثرمستور اللي احنا عمالين نتكلم عنه وبقالنا شويه كويسين دول. شكل الثرمستور زي ما احنا قلنا اهو شبه المقاومات، شبه المقاومه، وهو بيكون عباره عن مصنع من ماده الخزف او ماده خزفيه، وليه طرفين بيتوصلوا عن طريق الدايره الالكترونيه. طب ازاي بيتم تسخين الثرمستور؟ في طريقتين، الطريقه المباشره، وفي الطريقه المباشره دي بيتم التسخين تلقائي على طول. دي الطريقه المباشره. بيتم ايه؟ عن طريق الاجزاء الداخليه في الثرمستور بتكون معده لذلك، فبيبدا يسخنه تسخين مباشر. طب النوع الثاني اللي هو التسخين الغير مباشر، وده بيتم عن طريق الاشعاع. لو انا في اجهزه محتاج فيها ان انا مش عايز ادخل له درجه حراره مباشره، هيتم تسخينه عن طريق الاشعاع. نشوف الكلام اللي قلناه مع بعض. طرق تسخين الثرموستات او الثرمسترات، الطريقه المباشره اول نوع اللي هي الطريقه المباشره، وفي الطريقه دي بيتم وضع مسخن او ملامس داخل الثرمستور، وبذلك بتنتقل درجه الحراره الى الثرمستورات وبسرعه، وبتحدث استجابه في زمن بسيط. وده كده رسم للطريقه المباشره، هو على طول تسخين. حتى لو نلاحظ يا اولاد ان التسخين داخل جوه جسم الثرمستور، علشان كده احنا قلنا ممكن يكون ملامس ليه او بداخل الثرمستور، هنا الهيتر اللي هو الحراره داخله فيها او تسخين. الطريقه الغير مباشره، ودي بيكون مصدر الحراره فيها بعيد عن الثرمستور، وعاده بينتقل عن طريق الاشعاع. وده شكلي ليه اهو، هيت كده بس بيقول لي ان في درجه حراره بس عن طريق الاشعاع، بتكون بعيده شويه. احنا كده قلنا ايه يا اولاد؟ قلنا الترمومترات، واتكلمنا عن الترمومتر الزئبقي، واتكلمنا عن تدريجات الترمومترات اللي هو او القياسات بتاعه الترمومترات اللي هي الكلفن والمئوي او السيليزي هو واحد، والرانكن والفهرنهايت. وقلنا كمان نوع من انواع الثرمسترات اللي هو زي المقاومه، وانا بستخدمه علشان يحدد لي اندفاع التيار داخل الاجهزه. طب هنتكلم عن جهاز كمان اسمه الازدواج الحراري. من اسمه كده يا سنه اولى، ازدواج حراري، معنى كده ايه؟ ان في ازدواج في معدنين. الازدواج الحراري ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز او اداه فيها معدنين مزدوجين، المعدنين دول مزدوجين بس مختلفين، مختلفين في الصنع بتاعهم او في الماده بتاعتهم. يعني اي نوع من المعدنين مختلفين بيتعرضوا لدرجة حرارة، المعدنين بيتصلوا ببعض، معدن منهم ببدأ احطه في التلج المجروش بيتعرض لدرجة حرارة باردة، والمعدن التاني بيبقى عادي، وببدأ اوصلهم ببعض. ودي اسمها ايه بقى؟ لما بوصل المعدنين دول وعرضهم لدرجة حرارة، درجة الحرارة دي اسمها نقطة اتصال. يبقى نقطة الاتصال في المزدوج الحراري هي عبارة عن ايه؟ نقطتي الازدواج اللي انا لسه موصلهم اهو، اللي هم ايه؟ اللي هم البارد والساخن. خلاص يا سنة اولى، نشوف بقى الكلام ده مع بعض. الازدواج الحراري بيستخدم ترمومتر الازدواج الحراري، وهو نوع من انواع الترمومترات زي ما احنا كده قاريين، في قياس درجات الحرارة من 200 ل 1500 درجة مئوية. شايفين بقى احنا اتكلمنا الترمومترات التانية كانت ايه؟ بتقيس درجة حرارة اقل شوية، ده عالي جدا، بيقيس درجة الحرارة من 200 ل 1500 درجة. يبقى معنى كده يا اولاد اذا قال لي او جاب لي سؤال ايه هو الترمومتر اللي بيستخدم في درجات الحرارة العالية، اروح على طول قايله له ترمومتر الازدواج الحراري. من 200 ل 1500 درجة مئوية، وبيقوم بتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية. وده شكل الازدواج الحراري اهو، المعدنين موجودين، ودي التوصيل او اللوحه اللي هي بيتم توصيل المعدنين عن طريقها، وهنا كده مقاومه بحطها علشان تعمل لي اتزان للمعدنين، ودي خطوط الامداد، وده كده تجهيز الملف المتحرك. طب نظريه عمله بقى بتتلخص في ايه؟
زي ما انا قلت يا سنه اولى، نظريه عمله بتتلخص ان انا اذا وصله معدنين او اذا وصله سلك من معدنين مختلفين خلاص اتوصلوا ببعض وتعرضوا لدرجة حرارة، هيحصل ايه؟ السلك ده من معدن والسلك ده من معدن اخر، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تغير يا ولاد، او هيحصل فرق. الفرق ده بينتج عنه قوة دفعة كهربية بتتحول لتيار بعد كده. يبقى نظرية عمله ببساطة، اذا وصل سلكين من معدنين مختلفين وتم تعريضهم لدرجة حرارة بيحصل تغير في السلكين وبينتج عنه قوة دفعة كهربية، القوة الدفعة الكهربية دي بينشأ عنها تيار يا سنة أولى. نشوف كده الكلام مع بعض. نظرية التشغيل تتلخص في أنه إذا وصل طرفي سلكين من معدنين مختلفين زي ما أنا قلت بتسخين أحد الطرفين، لو أنا سخنت أحد الطرفين دول اللي هي نقطة الاتصال هبدأ أسخنها، بيحصل إيه؟ ارتفاع في درجة الحرارة وهتتولد قوة دفعة كهربية هينتج عنها مرور تيار في دايرة السلكين. نشوف بقى الرسمة مع بعض. آدي الرسمة أهو، دول كده سلك معدني وده سلك معدني من معدن تاني مختلف عنه، وهنا كده جمعهم عندي عمل لها نقطة اتصال. يبقى نقطة الاتصال عشان ده بيجي في الأسئلة كتير، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ملتقي او ملتقى السلك، النقطة الباردة والنقطة الساخنة، وحط لي مصدر حراري، عمل لي تسخين حراري، بدأ يظهر لي ايه؟ قوة دفعة كهربية. القوة الدفعة الكهربية دي حولت لي بعد كده التغير ده الى تيار موجود. طب في علاقة بين فرق درجات الحرارة او درجة حرارة الملتقيين اللي هم ايه يا ولاد؟ الملتقيين اللي هي النقطة الباردة والنقطة الساخنة. مش انا قلت في سلك عندي هعرضه لبرودة او تلج مجروش، كده بقى عندي ملتقى اللي هو اول واحد، الملتقيين اللي هو السلكين الساخن والبارد. طب في علاقة بينهم يا ولاد؟ بيقول لي اه في علاقة بينهم، بتتوقف القوة الدفعة الكهربية في السلكين دول او المتولدة عن التغير او درجات الحرارة في نقط الاتصال. نشوف كده مع بعض. تتوقف القوة الدفع الكهربية المتولدة على الفرق بين درجات الحرارة اللي هم نقطة الاتصال الباردة والساخنة، وكمان نوع معدن السلك. كمان يصل الفرق بين درجات الحرارة لحد معين، زي ما أنا قلت الحد ده بيكون معين أو القيمة بتكون معينة، بيبدأ يخلق لي قوة دفع كهربية، وفي نهاية القوة الدفع الكهربية بيحصل عندي نقطة اسمها نقطة التعادل. يبقى أنا كده عندي نقطتين مهمين في المزدوج الحراري. أول نقطة هي نقطة الاتصال، تعرفها هي إيه؟ هي عبارة عن التقاء النقطتين الساخنة والباردة، هي دي نقطة الاتصال. طيب نقطة التعادل هي نهاية القوة الدفع الكهربية، النقطة اللي بيحصل عندها قوة دفع كهربية والتيار بيبدأ، القوة الدفع الكهربية دي بتبدأ تنشأ، اسمها نقطة التعادل، وهي نهاية القوة الدفع الكهربية. خلاص يا سنة أولى. طيب توصيل المزدوجات، المزدوجات بتوصل بطريقتين، على التوازي وعلى التوالي. بتستخدم مقاومة على التوالي لكل مزدوج حراري علشان تقلل لي المقاومات الغير متشابهة وأسلاك التوصيل الخاصة لنقطة اتصال إيه؟ توازي في جهاز القياس، والمقاومة دي بتمنع تدفق التيار بين المزدوجات وبتمنع حدوث خطأ في القياس. نتكلم كده يا ولاد عن توصيل المزدوجات الحرارية، احنا بنقول ان هو على التوازي وعلى التوالي. طب ايه الفرق اصلا بين التوالي وبين التوازي؟ هقول لكم على حاجة بسيطة كده او تجربة بسيطة نقدر نفرق منها بين التوازي وبين التوالي. لو انا دلوقتي عندي اربع لومض وعايز اوصلهم مع بعض على التوالي، اشغلهم مع بعض، بعمل ايه؟ بجيب طرف اللمبه دي وطرف اللمبه دي، الم الاطراف بتاعه الاربع لمب، بيكون بطريقه تتابعيه الاسلاك اللي داخله دي بلمها بطريقه تتابعيه، بجمعها مع بعض، عشان كده بقول توالي متتابع، بيتلو اللمبه تتلوها الاخرى تتلوها الاخرى، فهجمعهم مع بعض متصلين ببعض وابدا اوصلهم بالتيار. انا كده وصلتهم ايه؟ على التوالي. طيب ايه عيوب التوصيل على التوالي ده يا ولاد؟ مش انا وصلت كل اللومات دي او كل العناصر سواء لومات او عنصر الكتروني، مش انا وصلتهم كلهم مع بعض؟ ايه اللي هيحصل لو حصل تيار مفاجئ او حصل اي عطل؟ ايه اللي هيجرى؟ هلاقي فجأة كل اللومات دي مع بعض او كل العناصر اتحرقت. علشان كده ان التوازي بيكون افضل من التوالي.
فبعمل ايه؟ يبقى انا التوالي ده هو عبارة عن التوصيل التتابعي وبيكون غير منفصل مع بعضه كله، خلاص يا اولاد. فببدأ ان انا لو دخل التيار مرة واحدة هيحرق لي العناصر اللي موجودة عندي. طب التوازي ده التوالي، طب التوازي هجيب الاربع لومات دول وهوصل كل واحد بتيار لوحده، ملوش علاقة بالتاني، مش مرتبطين، منفصلين عن بعض. طب لو حصل ان التيار دخل مفاجئ وحرق عنصر من العناصر دي، مش هيأثر على بقية العناصر التانية. يبقى الازدواج الحراري ليه طريقتين في توصيله، رقم واحد الطريقة اللي هي على التوازي والطريقة على التوالي. نشوف كده اللي على التوازي اللي احنا قلناها مع بعض، ده رسمة ليها. شايفين يا اولاد؟ مش احنا قلنا منفصلين اهي، الازدواج المزدوج ده لوحده وده لوحده وده لوحده، كل واحد طالع بانفصال لوحده، منفصلين، وفي الاخر اهو نقطة القياس، كل واحد متوصل بنقطة القياس لوحده. لو حصل عطل دي اسلاك توصيل. طب لو حصل عطل هنا في الازدواج رقم 3 هو بس اللي هيتعطل وبقية الازدواجات شغال. طب التوصيل على التوالي بستخدمه لقياس فرق درجات الحرارة، ودي بوصلها على التوالي وبتكون عكس الأقطاب، وبراعة ان انا وانا بستخدم الدوائر المزدوجات دي او انا بوصلها ان تكون ذات خصائص خطية. طب نشوف الشكل كده هو زي ما احنا قلنا، شايفين يا اولاد؟ بتتوالى ده مرتبط بده مرتبط بده مرتبط بده، كلهم متصلين ببعض، شايفين؟ ده كده التوصيل على التوالي، كل العناصر زي ما انا قلت متصلة ببعض، لو حصل عطل في اي عنصر كل العناصر هتبدأ تتحرق. طيب نشوف بقى كده اسئلة، دي احنا كده خلصنا الشرح بتاع حلقة النهاردة اللي هو اتكلمنا فيه عن ايه؟ عن مفهوم الحرارة، وقلنا مفهوم الحرارة دي هي عبارة عن نوع من انواع الطاقة، وقلنا كمان قياس درجة الحرارة، وعرفنا بعض الأجهزة اللي بتقيس درجة الحرارة زي الترمومترات، الترمومتر الزئبقي، وزي الثرمستور، وزي الازدواج الحراري، ده اللي احنا شرحناه النهاردة. وقلنا ايه كمان؟ ان في ثلاث قوانين مهمة لقياسات الحرارة هنقولهم مع بعض دلوقتي. وكمان قلنا ايه يا اولاد؟ قلنا الاختصارات بتاعة درجات الحرارة اللي هي الكلفن كاف والرانكن ريت والمئوي او السيليزي اللي هي سي، والرانكن لحرف الار او الري. نشوف دي يا اولاد اسئلة الكتاب اللي موجودة عندكم، هنحلها مع بعض عشان لما نيجي ندخل الامتحان يبقى الموضوع سهل وبسيط علينا. يلا مع بعض كده، ما هي اسس قياس درجات الحرارة؟ احنا اتفقنا ان اسس قياس درجات الحرارة ثلاثة، اللي هي تغير ابعاد المادة، التمدد او الانكماش، تغير الحالة الفيزيائية للمواد زي انصهار المواد الصلبة او تجمد السوائل، وتغيير او تغير الجهد او المقاومة. السؤال الثاني، اشرح مع الرسم نظرية عمل الترمومتر الزئبقي. وقلنا ان نظرية عمل الترمومتر الزئبقي بتعتمد على التمدد والانكماش بدرجات الحرارة. المعدن اللي موجود بيبدأ لو درجة الحرارة عالية هيحصل له ايه؟ هيحصل له تمدد. طيب درجة الحرارة بقت اقل هيحصل له انكماش، يبقى بتعتمد على التمدد او الانكماش في درجات الحرارة. انا شايفة كده ناس مركزة معايا في الاسئلة وبتجاوب، شطار يا سنة اولى. وكمان هنرسم الترمومتر ورسمته بسيطة جدا. ايه هي فايدة البصيلة الزجاجية في الترمومتر؟ يمكن عن طريق البصيلة دي ان انا اعرف درجة الحرارة ومستوى الزئبق. البصيلة الجزء اللي موجود تحت في الترمومتر ده عن طريقه ممكن اعرف ايه هو مستوى الزئبق اللي موجود داخل الترمومتر. عرف نقطة التعادل، هي بلوغ القوة الدفع الكهربية نهايتها العظمى. مش احنا قلنا كده يا اولاد؟ عندنا نقطتين مهمين في الازدواج الحراري، هي نقطة التعادل وهي دي بلوغ القوة الدفع الكهربية نهايتها العظمى، ونقطة الاتصال هنعرفها مع بعض. لماذا تكون الأنبوبة الشعرية رفيعة في الترمومتر؟ علشان تتجمع بيها الزئبق ويمنع رجوعه بسرعة، وكمان نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. يعني ايه يا اولاد؟ يعني لو انا عندي الأنبوبة الشعرية دي موجودة في الترمومتر بس واسعة كبيرة مش رفيعة، ايه اللي هيحصل لما يجي المعدن الزئبق يتمدد؟ هيتمدد ايه؟ ما هو واسعة كبيرة عمال يتمدد ببطء، انما اتعملت رفيعة علشان يتمدد بسرعة واقدر اقيس درجة الحرارة بطريقة اسهل. طيب عرف نقطة الاتصال، زي ما احنا قلنا نقطة الاتصال هي عبارة عن ملتقى النقطتين الساخنة والباردة. خلاص يا اولاد نشوف كده الصورة عشان لو حب يصور. بيقول لي بقى ضع علامة صح او خطأ مع التصويب،
يمكن استخدام ترمومتر الغاز والضغط الثابت في قياس درجات حرارة الأفران؟ لأ. طب ترمومتر الازدواج الحراري هو ده اللي بستخدمه في قياس درجة حرارة الأفران، تتناسب مقاومة الثرموستور تناسب عكسي مع درجة الحرارة صح؟ وهنشوف بقية الأسئلة مع بعض كده، بصوا عليها يا أولاد وأنا حلاها هو. بس في سؤال هنا عايزة ثواني أعقب عليه، بتستخدم الترمومترات الزجاجية الزئبقية لقياس درجة الحرارة من 20 ل 150؟ هو غلط، لأن الترمومتر الزئبقي يا أولاد اللي بقيس بيه درجة الحرارة بيبدأ من 35 ل 42 درجة، إنما اللي من 0 ل 100 هو الترمومتر المئوي. خلاص يا سنة أولى، علشان كده أنا ما أقدرش أجيب الترمومتر المئوي مع إنه التدريج بتاعه من 0 ل 100، ما اقدرش اقيس بيه درجه حراره الانسان. ليه يا اولاد؟ لان الترمومتر هو بيكون القياس بتاعه من 35 ل 42. خلاص، توصل المزدوجات الحراريه على التوازي. خلاص نكمل اسئله مع بعض، هوريكم بس صورتها كده وانتوا بس ايه تشوفوها. دول النوعين بتوع المقاوم الحراري، ويوضح بالرسم طريقه انطره هيوستن، ودي عباره ان هي بتوصيل المقاومات، بتقيس لي المقاومات، والجلفانوميتر بيقيس لي شده التيار، ودي بوصلها علشان اعرف المقاومه فيها عطل ولا مقاومه سليمه. دي انطره هيوستن، ودي الحالات، ودي القوانين المهمه اللي احنا خدناها النهارده يا اولاد. ان شاء الله تحلوا عليها كده، وفي سؤال اهو كمان نحله مع بعض. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهارده من مادة أجهزة القياس منهج شهر مارس، وإن شاء الله أرجو أن تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في حلقات جاية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.